السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين، والتي تحمل عنوان ثورة تشرين تطفئ شمعتها الأولى في ظل تسويف حكومي متعمد. نتكلم فيها عن الثورة وعما حصل فيها وكيف أصبحت الأمور اليوم، وما الذي تحقق من مطالب الشعب العراقي وما الذي لم يتحقق، ولنشاهد معا كيف كانت الثورة في أيامها الأولى. هذه الثورة التي انطلقت كتظاهرات في بداية أمرها وكانت سلمية بحتة، لم تشهد أي حمل لسلاح أو تخريب لمقدرات الدولة، بل وجدنا أن ثورة تشرين وثوار تشرين في أيامها الأولى قاموا بتنظيف الشوارع ودهن الشوارع والأزقة والأرصفة، وقاموا بتجديد نفق التحرير، لكن هذه الثورة جوبهت بعنف من قبل الحكومة والميليشيات، لم نفهم ما سببه. لنتابع هذا الفيديو. خيمة تحترق، خيمة الطبابة، خيمة مع الطبابة، هاي شوف هاي الخيمة اللي يحرقوها، خيمة مع الطبابة ما بين التحرير وما بين الخلاني، هاي خيمة الطبابة حتى تحترق. ساحة الخلاني في العاصمة العراقية بغداد عانت الكثير من التعنت الحكومي، وأصبحت ساحة للكثير من الجرائم ولأبشع هذه الجرائم ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. والسبب أن لا حكومة ولا جامعة عربية ولا مجتمع دولي ولا أمم متحدة كانت تنظر لهذا الشعب على أنه صاحب الحق الأول والأخير في هذا البلد المنهوب. هاي صوبوا واحد هسه ضاعوه طلق حي والموتون هيتون
لم تكن الخلاني وحدها تعاني من التعنت الحكومي والفساد العسكري، بل شهدت المحافظات العراقية على اتساع رقعة التظاهرات جرائم قتل بشعة. لنتابع أحداها التي حصلت في كربلاء. الآن كربلاء المقدسة 10-1. كربلاء المقدسة 10-1. كان هذا غيض من فيض، يعني الذي حصل في العام الأول من ثورة تشرين الكثير. استخدمت فيها القوات الحكومية القنابل الغاز المسيلة للدموع التي لم تكن مخصصة لتفريق المتظاهرين في كافة بلدان العالم، بل الذي استخدمها الجيش والتي استخدمتها الميليشيات هي قنابل الغاز المخصصة للاستخدام العسكري، وأطلقت بصورة مباشرة على رؤوس ووجوه المتظاهرين، وكبدت المتظاهرين الكثير ومات نتيجتها الكثير وشوهت الكثير. لم تكن إطلاقات القذائف أو إطلاق القذائف المسيلة للدموع فقط وحدها هي التي تستخدمها القوات الأمنية والميليشيات المنفلتة، بل قامت بإطلاق الرصاص الحي، قامت أيضا باستخدام بنادق الصيد، وقامت أيضا باستخدام الكواتم. هذا غير المندسين الذين أرسلتهم ليدخلوا في صفوف المتظاهرين ويقوموا بقتل المتظاهرين من داخل المتظاهرين. الكثير من اللقطات التي شاهدناها في العام الماضي: ضرب للمتظاهرين، اعتقال، واكتشفنا أن هنالك الكثير من المعتقلين إما وجدوا في سوح التظاهر أو على قوارع الطريق مرميين جثث هامدة، أو وجد البعض منهم في ثلاجات مخصصة للفواكه والخضر للضغط عليهم نفسيا كي لا يشاركوا في هذه التظاهرات. قتل الناشطين ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. الكثير من الناشطين والصحفيين قتلوا نتيجة إما تغطية لهذه التظاهرات أو المشاركة في هذه التظاهرات أو هاشتاج نشر على صفحات الإنترنت لتأييد مطالب المتظاهرين. الكثير من النقاط التي شاهدها الناس والعالم أجمع، لكننا لم نرى أي جامعة أو أي فعل أو رد فعل لجامعة الدول العربية. لم نجد هنالك رد فعل واحد للوقوف في صف المتظاهرين العزل من قبل الحكومات العربية، ولم نجد هنالك موقفا واحدا للوقوف مع هؤلاء المتظاهرين من المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، التي من المفترض أنها تحوي قوانين ودساتير لحفظ حقوق الناس. لم ينظر المجتمع الغربي ولا العالم ولا جامعة الدول العربية ولا الحكومات، وأولها من تسمي نفسها الحكومة في بغداد، لهذا الشعب على أنه صاحب الحق في هذا البلد. لم تنظر له أنه صاحب الكلمة الأساس، هو الذي أوصل السياسيين بالانتخابات إن كانت نزيهة، وهو الذي يسقطهم إن كانت غير نزيهة. لكن الشعب العراقي لم يطلب تغيير النظام في بادئ الأمر. عودوا إلى الفيديوهات الأولى والتسجيلات الأولى لتظاهرات تشرين، ستجدون أن التظاهرات كانت للاحتجاج على الوضع الذي وصل إليه العراق، كانت للاحتجاج على الاقتصاد الميت وعلى الرواتب المتأخرة،
وعلى التيار الكهربائي المنقطع والماء الغير صالح للشرب والوظائف التي لم يجدوا لها أي أثر. كانت احتجاجات بسيطة، طلبوا ببعض المطالب التي هي حق من المفترض على الحكومات أن توفرها. طالبوا فقط إما بتوفير وظائف، توفير الماء، الكهرباء، الخدمات، الشوارع التي حفرت نتيجة 17 عاماً من الإهمال. طالبوا بمطالب أقل ما يقال عنها أنها حق مشروع، لكن هذه الحكومات التي تحكم العراق منذ عام 2003 إلى اليوم تنظر على هذا أو تنظر إلى هذا الشعب على أنه زوبعة في فنجان كما سماها نور المالكي في اعتصامات المحافظات الست عام 2014، أو فقاعة كما سماها في وقت آخر، أو تنظر على مطالبهم أنها مشروعة وغير مشروعة في ذات الوقت. الحكومات في العراق اليوم لا أعلم كيف تنظر لقضية النازحين أو قضية المعتقلين أو قضية الخدمات أو قضية المختطفين أو القتلى الذين يوجدوا في كل يوم على قوارع الطرق وأزقة الطرق في العراق. لا أعلم كيف تنظر إلى انقطاع الأدوية وهدم القطاع الصحي في العراق. هذا الشعب، هؤلاء الناس الذين يخرجون في تظاهرات، هل خرجوا خائفين أو طالبين شيء غير حق لهم؟ هذه الشباب المحتشدة في سوح التظاهر في العراق، في بغداد، في النجف، في كربلاء، في ذي قار، في البصرة، في أي بقعة من بقاع العراق، هل خرجوا لزيادة في الراتب؟ هم لا يجدون راتبا. هل خرجوا في طلب رفاهية أكثر؟ هم لا يمتلكون حقوق الحياة. هل خرجوا لأن العراق يصدر الصناعات العراقية ولا يعطيها للشعب العراقي فلا وجود للصناعة في العراق؟ الزراعة العراقية، هذه المحاصيل موجودة في كافة الأراضي الزراعية العراقية، لكن لا وجود لمن يشتريها أو يبيعها. 700 طن من الحنطة أكلتها الطيور وسكتنا. 7 مليارات دينار غرقت في خزنة البنك المركزي العراقي الذي من المفترض أن يكون أكثر تحصيناً من أي مكان آخر. كيف وصلت المياه إلى الخزنة؟ لا أحد يعلم، وسكت الشعب العراقي. 1000 مليار دولار هي قيمة ما صرف أو ما نهب في العراق، وسكت الشعب العراقي، لكنه لم يجد إلى اليوم فائدة واحدة. أبو علي من واسط ويانا، حياك الله. أستاذ عزيز، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهورك الكريم. مساء الأنوار. يمكن يعني من أمس أنا اختلفت وياك أستاذ عزيز، واختلاف يعني طبعا نحن نختلف، لكن الطريق هو واحد، هو للعراق. أنه اللي خرجوا، اللي مات أو استشهد، العفو، اللي استشهد ما كان ينتظر راتب، لأنه هو راح يموت، هو أساسا راح يدي يموت. اللي عوق الآن أكثر من حوالي 6000 معوق في البلاد. نعم. من راح يتعوق ما ينتظر يعني يتوظف، لأنه هو بعد خلاص يتعوق، هو ما راح يدور وظيفة. يمكن بالبداية أول يوم 1/10 مثل هذا اليوم بالضبط، تحت مجموعة شباب على فيسبوك يريد نطلع نتظاهر وظائف. لكن من اجوا لقوا انه اللي وقفوا يعني وقفوا قدامهم مو عراقيين، يعني العراقي ما يقتل عراقي. طبعا انا كعراقي ما اقول، يعني هو يعني ربع اللي انتموا للتنظيم ما يسمى بالدوله الاسلاميه هم صحيح من العراق اللي غرر بهم، لكن يقول العراقي اللي يحب العراق ما يقتل العراقي. فلذلك تغيرت جهاتهم انه احنا نريد وطن. نعم. هم ترى من قتلوا انا من يرفع العلم العراقي ويوقف ويدرب هذا القناص، يعني حتى اللي جاء قناص، ما جاء شرطي، يعني القناص هو المتعمد لقتل الشخص المقابل، ما بيها مجال. كذلك انه الشعب العراقي مسكته على اللي صار، انت عددت اشياء جميله جدا، وهذا حتى مطالب الشعب العراقي
لكن هم ما سكتوا، لكن لان هم ما عندهم منبر حر يوصل كلامه، يوصل كلامه، يوصل يعني النطق موجه لما يتسمى بالحكومه من دورة الانتخابات. الشعب كله صاحي الانتخابات مزورة بس ما حد يسمعهم، لان ماكو احد يسمعهم، يمكن المنابر قليله من ضمنها منبر حضرتكم. تسال عن الدول الجامعه العربيه، هم شركاء بقتل العراق. نعم. يعني احنا ما يعني انا اتحفر على كلمه الجامعه العربيه، ما قادر يسقطون النظام السابق. الجامعه العربيه كلها وافقت على اشياء وهميه من اجت امريكا عليها، وبالاخير هي اعترفت ماكو شيء موجود، وهم بعدين اعترفوا وقالوا احنا دوله احتلال مو دوله تحرير. وهم نفسهم اليوم اللي يدعون يبدون يطلعون القوات الامريكيه، كانوا قبل ما يقولون قوات احتلال يسمونها قوات التحرير، مع ان هم الامريكان يقولوا احنا قوات احتلال. فلهؤلاء الاشخاص اللي قتلوا العراقيين هم اساسا اجوا من خارج العراق ومو عراقيين، يمكن يحمل جنسيه، شالوا الجنسيه العراقيه، بس لكن تاخذ القعده برا والاكل الحرام نساهم عراقيتهم. الشباب هذول الموجودين اليوم اللي تمر سنه على، يعني انا اتحفظ على كلمه بعض القنوات يقول على احياء ذكرى ثوره تشرين، لا، ثوره تشرين ما ماتت حتى ترجع من جديد تحيا. ثوره تشرين موجوده بقلب كل عراقي، حتى اللي قاعدين، واني عبر منبركم الكريم اوجه اقول لاخواننا بالمنطقه الغربيه، يا اخوان كافي، هذا عراقكم، لا تنتظرون ان الحكومه، ترى اذا بس متوجهين لجهه من الناس اللي هم يعتقدون انهم شيعه وهم مو شيعه، هم عراقيين، فاذا متوجهين من عندهم ينتظرون بعد ازيد، هم راح ينتظرونكم انتم صاحبين غيره، صاحبين شرف، صاحبين كلمه، وإلكم ولأهلكم القديمة اللي أنتم كنتوا وقفتوا ضد كل الأنظمة الموجودة. اليوم العراق مو واحد، العراق مو جهة واحدة ولا محافظة واحدة، العراق 18 محافظة، حتى في كردستان همين هذول لازم يقومون على الزمرة الفاسدة اللي رادت تسلخ العراقية من العراق. لكن ما تنسلخ دام أكو ثوار، وكذلك دام أكو منابر حرة مثل حضرتكم يوصل كلمة العراقيين. لا شكر، لا شكر على واجب أبو علي، هذا واجب أي قناة وواجب قناة الرافدين اتجاه العراق واتجاه الشعب العراقي كقناة عراقية حرة. أما الآن أبو علي من بغداد، حياك الله. أبو علي، أبو علي، يبدو أن الاتصال مع أبو علي قد انقطع. مصطفى السيد من مصر. أيوة، السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نحيي حضرتك ونهني شعبنا العراقي البطل بذكرى الثورة المجيدة، ونهني الأمة العربية، ونهني كل حر وكل إنسان عنده شرف وعنده ذرة رحمة وعنده أمل أن يعيش باحترامه في وطنه وكله قيمة، يكون له حدود وكل وطن وكل تعليم وصحة وحياة كريمة في وطنه. نشكر ونحيي كل من يدعم الثورة العراقية وكل من يعترف بها بأنها ثورة شعب، ثورة وطن، ثورة إنقاذ وطن من الاستعمار الأمريكي الصهيوني الفريسي الجبان اللي بيمثلوا عصابة ما يسمى الأحزاب على الأرض، القتلة، قتلة الأبرياء اللي ما لهمش دين ولا شرف. أما سيدي بالنسبة لما يسمى الحكومة، ما يسمى دي مش حكومة، دي عصابة نصبها الاستعمار الأمريكي لقتل المنطقة وخنقها واستنزاف قوة العراق بس. ولكن الثورة حية، الثورة قوية، الثورة صامدة صمود الأبطال، والشعوب معاكم وبنحيوكم وسمعين الهتاف، وعاش العراق وعاش كل أبناء العراق في الداخل وفي الخارج، وأنا أشكر سيادتك. شكرا 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 جزيلا لك أخ مصطفى. عام مضى واليوم الثورة تتجدد وتنهض من رمادها كطائر العنقاء في الخرافات القديمة، الذي عندما يصل إلى عمر ما يحترق ويولد من جديد من داخل رماده. لنتابع. اليوم 1 تشرين، أول سنة مرت على ثورة تشرين، والفيديو اللي شفتوه قبل قليل
هو تجدد ثورة تشرين في الموجة الثانية في التظاهرات من جديد، سموها ما تشاءون، لكن أكو وعد من الثوار أنه سنة وأقل ويحققون مطالبهم. أبو علي من بغداد رجع لنا، حياك الله يا أبو علي. الله يساعدك ثاني ويساعدك استاذي. هاي اولا يعني شو قصر مو سنه، يعني ما حصلنا فد نتيجه، يعني شنو اللي صار يعني؟ نعم شنو اللي صار؟ شنو يعني؟ ماكو شيء صار يعني جديد، يعني ماكو اي منفعه الى ثوره تشرين؟ اي ماكو، اي انا اشوفها كل شيء ماكو، بس تروح الحالب وضحك وسوالف وما ادري شنو، واحنا ببغداد نعرفه ماكو شيء يعني فد شيء مفرح، فد شيء جديد، والله صدق ذولا ثوار وكل شيء ماكو. يعني ابو علي هسه اللي نقدر نقوله يعني لازم يبطلون ويقعدون ببيوتهم؟ اي شنو ماكو يا اخي، والله العظيم اكثرهم مدفوعين من جماعات، يعني ذولا جماعه الصرخي واليماني، ذولا ناس منحرفين. انا هسه بالمحافظات عندي جماعه هناك 24 ساعه هم بالمظاهرات ويسبون ويغرقون، واحكي على كان واحكي على حلان، وما ادري انت عندك مطالب مشروع، انت ليش تدخل السياسه بهاي الشغلات؟ يعني ابو علي يعني انت ما تؤمن بالمقوله اللي تقول كثر الدق يفك الحيم؟ شنو يعني يا استاذ؟ يعني ماكو شيء يعني والله العظيم. زين نسكت على الفساد؟ يعني احلام ببلاش. اريد اسالك ابو علي، نسكت على الفساد؟ شلون؟ نسكت على الفساد اللي دا يصير بالعراق؟ الفساد هو منتشر استاذ الحبيب، هو الفساد منتشر صار له سنين مو هسه، يعني هسه الشغله شنو يعني؟ ماكو نتيجه، ماكو يعني زين. وهو ماكو حاله صحيه يعني اوكي صار له منتشر سنين، هو صار له من 17 سنه لليوم، اذا نحسب تاريخ العراق، اذا نحسب تاريخ العراق ايش قد عمره، راح نلقي هاي ال 17 سنه هالقداتها قباله. زين نسكت ونعوفها ونقولها امشي خلص ويعيش العراق عمره كله فساد والاجيال الجايه ورانا؟ يعني انت تكون انت يعني حاله واقع حال، يعني ماكو نتيجه استاذ الحديث، كل نتيجه ماكو، الله وكيلك والحبال، ما كل نتيجه ماكو، يعني هاي الحاله براحت هاي الناس. زين اريد اسالك سؤال ابو علي، الحكومات اللي جت من 2003 لليوم برعايه امريكيه وايرانيه اشتغلوا على مبدا واحد، فرق تسد، واللي هو المحاصصه الطائفيه، هذا سني، هذا شيعي، هذا كردي، هذا عربي، هذا تركماني، هذا مسيحي، هذا يزيدي، هذا صابئي، هذا مندائي، هذا وطوائف الشعب العراقي كثيره، واللي احنا كنا نتغنى بها ونقول فسيفساء خلت العراق اجمل بلد بالعالم لانه متاخين متعاصرين عايشين عمرهم كله ماكو مشاكل. ما تتوقع انه ثوره تشرين ذللت هذا الشيء ورجعت الشعب العراقي واحد؟ والله انا يعني بالنسبه للاستاذ الحديث هاي انا حافظ على هذا الشيء، ما بالحكي شو زيدتها من زايد، زيدت المشاكل، زيدت الازمات، اذيه العالم، الناس اللي انقطع رزقها تحت التحرير صار كان الشارع مقطوع، الناس على باب الله، شنو اللي يصير يعني؟ المحافظات الجسور مقطوعه، اللي يعني ماكو نتيجه، ماكو استاذ الحديث. طيب. يا باقيه ولا هو الاستاذ العاقل ما يوم البطاقيه، انا رجال مثقف ديانه سني وذات ما لنا علاقه، بس اكو شغلات يعني اكثر من هاي واصعب من هاي، احنا المفروض ما نتقبلها. وانتم المفروض كاعلاميين يعني انتم تحدون من هاي الشغلات، يعني من الدهن ايران، يا ايران شنو علاقتها؟ ايران دوله من حق ايران احنا نحق علم. وشنو يا ابو علي انت تقول لي ايران شنو علاقتها؟ ايران هي اللي حاكمه العراق. بسبب منو؟ بسبب ذولا اللي قاعدين بالمناصب. بسبب منو؟ بسبب البرلمانيين وبسبب الحكومات والوزراء اللي جاوا من 2003 لليوم. تقدر تقول لي اكو رئيس وزراء او برلماني او رئيس جمهوريه من 2003 لليوم يقدر يقول للاصغر ضابط بالجيش الايراني لا؟ راح ابو علي، هذا رايك ابو علي ونحترم رايك اكيد وراي الشعب العراقي كله على راسنا من فوق. انقل رايك الى كافه المتصلين، عندنا ابو علي يقول الثوره ما سوت شيء ولازم يسكتون ويقعدون ببيوتهم ويقبلون بالحال لانه هذا صار واقع حال وهم اللي يأذون الناس. ابو فاطمه من النجف ويانا، شنو رايك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الرحمه للشهداء اخي الكريم والشفاء ان شاء الله لكل جريح ومصاب والحرية لكل مختطف وسجين. أخي أقول لك بصراحة احنا مشكلتنا في العراق ليست إيران، مشكلتنا هي أمثال هذا أبو علي وغير أبو علي، هؤلاء هذا كلامه يطق لأصبعتي أقاني وغير أقاني.
هؤلاء العملاء والذيول نهايتهم قريبة أخي أفل، والله العظيم حتى إيران نهايتها قريبة. الشعب هؤلاء لا يعرفون تاريخ الشعب العراقي ولا يعني يعرفون قيم ورجولة العراقيين. العراقيين لا يلوى عظمه وذراعه أبدا، الرجال والنساء مستمرين، وهذا هو الذي الآن يريدون أن يعني يحبطوا روح هذه الانتفاضة وهذه الثورة بالقتل والاغتيالات. وأنا أريد أسأل الآن يعني المصطفى مشتت الغرباوي الملقب بالكاظمي، وهذا ساكن في موجود فين، في القمر ولا في المنطقة الخضراء؟ يعني أنا متأكد الإطلاقات والقتل الآن هو يسمعها. أين أين وزير أين وزير الداخلية؟ أين الشرطة؟ يعني على أي أساس هم هؤلاء أخي؟ على أساس أمريكا أعطتهم دستور الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن حف الدستور من حق العراق أن يتظاهر. الناس لا ميت جوع، ما في لا رواتب لا أي شيء. نعم. يعني هذا يقول لك يقعدون، أبو علي يقول لك يقعدون ويسكتون. أنت تعطيهم راتب يا أبو علي من جيبك؟ من يعطيهم دولة؟ من كيف يأكلون شين يشربون الخريجين وغير الخريجين؟ هذا إيش يقول هذا الرجل؟ فأخي أعيد وأقول إنه إيران أدواتها في العراق هي من بعض العراقيين أمثال هذا الرجل وغيره. نعم، شكرا شكرا لك أبو فاطمة. عمار من بابل، حياك الله يا عمار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي أنا من جرف الصخر. حياك الله أخويا، وحيا الله أهالي جرف الصخر واحد واحد وكافة الشعب العراقي. ليش ما رد طالبون جرف الصخر؟ ليش ما ترجعونه؟ ليش ما طالبون الكاظمي؟ احنا نرجعكم؟ مو انت، اقول شو الجرف لا حد يداعي بيه لا هاي. والله اخ عمار لو 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 متابع برنامج صوتكم قبل 4 أو 5 حلقات تكلمنا عن موضوع النازحين والمناطق اللي من المفترض أنه أعلنوا أن هي مناطق محررة، وإلى اليوم ما حد رجع أهاليها، ومن ضمنها منطقة جرف الصخر. أبداً لا تتوقع أنه قناة الرافدين تنسى منطقة من مناطق الشعب العراقي، أو تنسى نفر أو مواطن عراقي واحد عنده مظلومية أو عنده حق. نعم، انقطع اتصال الأخ عمار. أخ عمار يعني لا تتوقع في يوم من الأيام أنه إحنا ننسى مظلوميات الشعب العراقي. أهالي جرف الصخر هم أكثر الناس اللي من المفترض صار لهم زمن راجعين المناطق، هم إحنا نعرف هذا الشيء كلش زين، لأنه في وقت حيدر العبادي هي أول منطقة أعلن الجيش أو أعلنت الحكومة أنه استعادتها من تنظيم داعش بين قوسين وتحتها 1000 خط الإرهابي، حتى لا حد يجي ويقول أنتم ما تقولون هاي الكلمة. لكن إلى اليوم ماكو واحد من أهالي جرف الصخر رجع، وحكيناها أكثر من مرة، وجدنا أن القوات الأمنية تمنع الأهالي من عودة هاي العائلات إلى مناطقها. نرجع إلى موضوع الحلقة. موضوع الحلقة هو الذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين. ثورة تشرين وثوار تشرين سطحت حناجرهم حب العراق، ولم يتوانوا يوما في إظهار هذا العرفان للناس، ومنذ اليوم الأول وهم يطالبون بوطن، وكان الجميع يرفع العلم العراقي وحده، ولم نجد بينهم علما آخر أو لافتة تشير لشيء سوى العراق. لنتابع.
هذا هو حال الثوار في العراق منذ اليوم الأول الذي خرجوا فيه، رافعين راية واحدة وهي راية العراق، ومطالبين بمطالب واحدة، لكنها تصاعدت يوما بعد آخر. بدأوا بالطلب في توفير الخدمات، الكهرباء، الماء، الشوارع النظيفة، شبكات الصرف الصحي، عقود وتوظيف أو توظيف على الملاك الدائم، رواتب، لكنها تصاعدت، لم تتصاعد بطرا لكنها تصاعدت نتيجة العنف الذي جوبهوا به من قبل الميليشيات المنفلتة والقوات الحكومية والتعنت الحكومي وتغاضي الحكومي وغض الطرف عن كل ما يحصل تجاههم. بل وجدنا أن الحكومة تستخدم القوات الأمنية في قتل المتظاهرين وتعذيبهم. آخرها الصورة التي خرجت لطفل يوزع المياه في التظاهرات وكيف تعاملت معه القوات الأمنية، وهي تعتدي عليه وعلى شرفه وعرضه ووالدته. هؤلاء من يقول أننا نصون العرض، اعتدوا عليه أمام الناس وبتصويرهم. هؤلاء الذين وصفوا أنفسهم بأنهم حماة الأرض اعتدوا على الشرائح العراقية من الطلاب والأساتذة والنساء والشيوخ، وقاموا بكافة الأفعال لإهانة الناس وردعهم وإعادتهم إلى بيوتهم. لكن الثوار ما زالوا على عهدهم يرددون النشيد الوطني، يرفعون علم العراق. أبو حسنين من النجف معنا، حياك الله. أبو حسنين، أبو حسنين معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأخ أبو حسنين، وهي واحدة من المشاكل التي يعاني منها العراق، وهي شبكة الاتصالات والتي دائما نقولها. سعد من الكويت، حياك الله. حياك الله ودوم يا أستاذ أفل. أستاذ أفل، أنت أمس ما سمعتني، أنا أقصد طال عمرك أتفقكم، أقصد اللي يتهمون الإعلاميين، يعني لما يقول كلمة الحق والمنطق، هذا اللي حبيت أقوله لك يعني. من قبل الحكومة؟ أريد أحكي كلمتين يا أستاذ، ودعت الله ودعتك. تفضل. يعني بالنسبة لأبو علي كلامه زين وكلامه ممتاز من واسط، يعني ما كنت أعلم بهذا الموضوع يعني، وهسه كلامه هو سليم 100% يعني، لأنه كلامه نظيف. نعم. ولكن يا أستاذي، أنا اللي أنا استغربته إن إنكم لما ذكرتم تدعون الفقر، أنا أقول إنه بلد المليارات والخيرات، يعني وين تذهب هذه المليارات؟ ويعني لما تقول يا أستاذي ما العراق يعني يعاني مشاكل، أنا أقول هو بلد المليارات، بلد الخيرات، بلد المياه، بلد النفط، بلد خيرات كلها يا أستاذي، هذا اللي أنا كنت أقصده. طيب. أيضا يا أستاذي بالنسبة يعني للقطاعات، بالنسبة لما تقول استقطاعات الرواتب، نعم. إحنا أيضا كذلك يستقطع منا من مرتباتنا يعني، وكذلك أيضا يا أستاذي ما كنت أعلم هذه الأمور إلا لما وضحتها أنت ويا أبو علي يا أستاذي. نعم. ولكن كما يقولون الأحزاب، يقولون إحنا نريد نبني العراق مستقبلا، عراق الزاهر سوف نبني، هذا كلام الأحزاب، جزء من الأحزاب يا أستاذي. نعم. الله أعلم يا أستاذي. وكذلك منهم أصحاب النفوذ كما تقول سابقا أنت يا أستاذ أهل، وتحياتي لك وتحية احترام للمتظاهرين كشري. شكرا. شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ سعد. يعني أشرت إلى ثلاث أو أربع نقاط، إن شاء الله ستجد الجواب عليها في ضمن الحلقة. محمد من بغداد، حياك الله. ألو. الله يساعدك أخويا. ويساعدك. حفظك الله يا أبا. أنا من بغداد الكرخ. والنعم منك ومن أهالي بغداد الكرخ والرصافة. الله يسلمك، الله يرضى عنك. أنا فخور بهذا البرنامج اللي دا يطلع. وإحنا فخورين في سماع صوتك. والله أنا أبو شهداء أنا. نعم.
فقدنا الاتصال ويا الأخ محمد. الأخ سعد يقول أين تذهب هذه المليارات؟ سعد من الكويت سأل هذا السؤال، يقول بلد الخيرات وبلد المليارات وين تروح؟ أستاذ سعد، إيران عليها عقوبات اقتصادية، ابحث كمية المليارات التي ترسل من العراق باتجاه إيران لدعم الاقتصاد الإيراني، ستجد الجزء الأكبر منها هناك. وابحث في مليارات وثروات السياسيين العراقيين منذ عام 2003 وحتى اليوم، وكيف كانت أشكالهم عندما قدموا إلى العراق واستلموا الحكم في مجلس الحكم الانتقالي الذي أسسته الحكومة المدنية الأمريكية، حكومة الاحتلال بقيادة بول بريمر، وكيف أصبحوا الآن نتيجة هذه الثروات التي بنيت على أكتاف وعلى حساب الشعب العراقي. أما الباقي ستجده بعد قليل إن شاء الله. محمد من بغداد معنا، حياك الله. عاد لينقطع الاتصال مرة أخرى، أتمنى أن تعود إلينا. أما قضية المياه أستاذ سعد، فهنالك فيديوهات بثت على قناة الرافدين وموجودة على شبكات الإنترنت وتستطيع أن تحصل عليها، كيف قامت إيران بقطع روافد نهر دجلة، وكيف قامت بنقل المياه حتى لا تصل إلى الشعب العراقي، وكيف حرمت العراق حصته المائية التي أدت إلى وصول مناسيب المياه حد الجفاف في العراق. هذه نقطة أخرى تقوم بها إيران، والحكومة تصمت والعالم يصمت، وهنالك وثائق وهنالك معاهدات تحفظ للعراق حقه في المياه المشتركة مع البلدان المجاورة، لكن لا أحد يدافع عن هذا البلد وعن شعب هذا البلد. أما قضية بلد الخيرات فهي منهوبة، لن تجد لها وجودا في عراق اليوم. في قضية كلام الأحزاب، نريد أن نبني العراق. أستاذ سعد، انظر إلى حال العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم وقارن بنفسك، هل هم جاءوا لبناء العراق أم لا؟ وتستطيع الإجابة عن ذلك السؤال. محمد من بغداد عاد مرة أخرى، حياك الله. عاد لينقطع الاتصال. أستاذ سعد، هذه إحدى مشاكل العراق. يحاول الأستاذ محمد الاتصال بالبرنامج لثلاث وأربع وخمس مرات، لكنه لا يستطيع أن يؤمن الاتصال نتيجة سوء الخدمات في العراق. وقضية من هم أصحاب النفوذ، صدقني لا أستطيع عدهم، لأن الحلقة ووقت الحلقة لا يكفي لأن أعطيك من هم أصحاب النفوذ بالعراق، لكن صاحب النفوذ الرئيسي في العراق بلدان، إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لا وجود لعراق بينهم. ومن ينفذون حكم هذين البلدين هم أذنابهم في المنطقة الخضراء من أحزاب وميليشيات وقادة. أبو حسنين من النجف عاد إلينا مرة أخرى، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ألو. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل. شلونك أستاذ العزيز؟ نحمد الله على كل شيء. الله يحفظك طال عمرك. من ناحية المظاهرات، المظاهرات احنا ما نعيش خير من الناس اللي موج. زين؟ لما نموت احنا ما نعيش هاي المظاهرات، مستحيل. نعم. لو نثبت نفسنا لو خلنا ننتهي فد مرة نهائيا. نعم. اي هاي وحدة. والثانية احنا يسرى مال الحرب مال الخليج. نعم. يعني ذولا بالنسبة لنا طلبتنا الحكومة بال 2004 من كان ابراهيم الرئيس العراق. عشان قدمنا وياتنا وشغلاتنا وامورنا كليتها، وبعدين ثلاث اشهر احنا نروح ونرجع نروح، وعطينا شهداء وعطينا ضحايا، ولحد الان كل شيء ما سوونا. وياه اللي نروح له وياه اللي راجع وياه نمشي له يقولوا انتم كل شيء ما لكم. احنا يسرى حرب. انا عراقي واسكن بالنجف. مواليد 1961، انا لحد الان ما املك بالعراق شبر واحد. والما الى وطن ما الى وطن. نعم. اي
ونريد من منبركم هذا ومن قناتكم هذه الشريفة إنه بلكي إنه تراجعونا حكومتكم اللي وزراء اللي غيرها على مظلوميتنا، احنا ليش ما نعرف؟ نعم نعم شكرا رحم الله والديك. نشكر اتصالك أبو حسنين. أما قضية يعني أنت سألت أن نراجع الحكومة أو الخضراء أو أي شخص، لماذا أنتم لا تملكون حقا؟ الشعب العراقي بأجمعه من شماله إلى جنوبه لا يملك حقا في العراق مع هؤلاء. أنا أتكلم عن الأحزاب والكتل السياسية بكافة طوائفها. كم حزب في العراق وكم يوجد من النواب والسياسيين والكتل؟ لا يوجد حق للعراقيين أمامهم. أما في الواتساب وصلتني رسالة تقول: سؤالي إلى الحكومة العراقية، هل يجوز الحوار مع الدواعش الجدد أصحاب الصواريخ الإيرانية؟ هم قتلوا وخطفوا، هل أنتم ضعفاء أو خائفين أم أنتم ذيول الفرس؟ والله بهذا التصريح للحوار عرفكم الشعب والعالم إنكم عار، ما بعده عار، وسفل لكم الخزي الأكيد. رسالة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى قناة الرافدين المحترمة التي تنقل أحداث العراق بشكل صحيح. أخواني المحترمين، أحب أختصر بكلام واحد: هؤلاء العملاء سينتهون كما ينتهي الليل أو يأتي النهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعرف خسة هؤلاء كما كانوا، وهنالك فيديوهات كثيرة كيف كانوا قبل أن يأتوا إلى العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر قناة الرافدين البطلة على ما تقوم به الآن. السلام عليكم ورحمة الله، أبو حاتم من الموصل، أستاذ الإدارة الأمريكية بقيادة بوش الأب وبعض دول الجوار وأخص منها الدول العربية والخليج والسعودية والكويت ومصر تآمرت على تدمير العراق مقابل 85% من نفط الخليج خاصة النفط المشترك مدى الحياة لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالدليل تترجى منه موقف هؤلاء الجبناء حكام العرب ليس الشعوب. العراق له شعبه الأبي، هو الكفيل بنصره والنصر قريب، بات أمام الثوار وثورة الشباب تشرين المباركة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، تحية إلى إدارة الرافدين، أنتم على رأسي وأنت على رأسي، شكرا جزيلا لك لهذه الرسالة وهذا واجبنا. السلام عليكم، ممكن أشارك صباح عراقي من ألمانيا؟ حياك الله يا أخ صباح، وحيا الله أي العراق، أي عراقي موجود على أي بقعة بالأرض، لكن صدقني برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل على أي اتصال، وحضرتك متصل أكثر من اتصال، تقدر تتصل على الأرقام الأخرى. أما هذا الرقم اللي تشوفه هسه فقط للرسائل، إذا ما تقدر تدق على الأرقام الثانية دزلنا رسالة واسمك نقدر نقراها إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، عام كامل مر على ثورة تشرين وبقت شعار واحد وبقت صامدة أمام وجه العالم كله، مو بس وجه الحكومة والميليشيا، بس بالسنة الجديدة واليوم كان عندهم شعار جديد، خلونا نسمعه. على لحن أغنية يعرفها الشعب العراقي أجمع وهي منصورة يا بغداد، تحول شعارها إلى منصورة يا تشرين، لأنهم كما قلت وقفوا بوجه العالم أجمع، وقفوا بوجه الميليشيات المنفلتة وبوجه السلاح والكواتم التي تستخدم لقتل المتظاهرين والناشطين، وقفوا أمام الخطف، وقفوا بوجه الحكومة وتسويف مطالبهم، ووقفوا أيضا بوجه الصمت الدولي من كافة المنظمات الدولية ومن كافة المنظمات الأممية. بعثة الأمم المتحدة في العراق لم نجدها يوما واقفة مع الشعب العراقي، لم تقف معه عندما سوفت المطالب العراقية اليوم، كما لم تقف معه بالأمس عندما احتل العراق على أكاذيب الولايات المتحدة الأمريكية التي أشار إليها المتصلون على أن العراق يمتلك شيء
ووجدوا أنها كاذبة باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لنفسها أنها قوات احتلال، وأن الأحزاب تقول عنها أنها قوات تحرير. هي التي قالت أننا لم نجد شيء في العراق، وهي التي وصفت نفسها بأنها احتلال، وأنها احتلت العراق على أكاذيب. وكما قال ترامب عندما استلم السلطة في البيت الأبيض أن احتلال العراق أكبر خطأ استراتيجي، أو أنه وصفه بأنه خطأ استراتيجي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم نجد واحدا يقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية ويقول أنت اعترفتي بخطأك، وأنت اعترفتي أن احتلال العراق كان خطأ. إذن ماذا عن الدماء التي أريقت في الحرب عام 2003 وبعدها؟ ماذا عن مجزرة ساحة النسور؟ وماذا عن الطيران الذي تقوم به قوات التحالف الدولي وتقتل وتحصد من أرواح الناس نهارا وليلا؟ من سيعوضهم؟ لكننا لم نجد تعويضا في العراق. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة الخميس المقبل في برنامجي منبر الرافدين. إلى اللقاء.